ازيكم يا اصحابي؟ فيلمنا النهارده احداثه هي اجتماعيه جدا وطريفه، بس قبل المشاهده ما تنسوناش في الكومنتات وتدعمونا بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. فيلمنا احداثه بتبتدي بمدينه كبيره جدا، المدينه دي كان بيهدد حياتها الذئاب وكانوا بيطردوهم بشكل مرعب، لان المدينه دي كان فيها اغنام كتيره، فبالتالي طول ما في اغنام طول ما في ذئاب، والمدينه دي كان الاغنام بيسموها بلد التل. وقامبا كان شجاع جدا وكان بيحاربهم طول الوقت لحد ما خلاهم خرجوا من المدينه خالص، لانهم كانوا بيعملوا حساب لقامبا وكان مخلي الرعب دب في قلبهم. وبعدها قامبا قرر انه يدرب ابنه بودي ويخليه قائد زيه، بس قامبا كان شايف ابنه انه هيبقى قائد ويحمي المدينه، او بمعنى اصح كان راسم ليه مستقبل على مزاج. بودي كان بيحب المزيكا جدا وكان كل ما يروح يلعب موسيقى الروك مع اهل المدينه يطلع له والده قامبا ويقول له ان ده شيء تافه وانه مش هيفيدك بشيء ويشده بعيدا المزيكا. فقرر قامبا انه يعمل جيش من الكلاب ويبقى هو القائد بتاعه ويخلي بودي معاهم يتدرب. وعدت فتره كبيره وبودي كبر وبنشوفه هو واقف مع فلويد بيحط ايده على آلات الموسيقى لان بابا قرر انه يقفل عليها، فكأنه كان بيودع الآلات. وبنلاقي بودي كان ماشي في المدينة وبيسلم على جيرانه في كل مكان يمشي فيه، وابتدى يعدي على بيت علشان ياخد الطلبة من بيوتهم يوديهم التدريب لبابا، لان بابا كان القائد بتاعهم وبيدربهم. وبنشوف قامبا وهو بيقول لابنه انك اخرت تلاميذي، وبعدها بودي اخد الطلبة ودخلوا غرفة تغيير الملابس وكانوا بيجهزوا للتدريب وكانوا بيلبسوا اجسام كبيره شبه عساكر الجيوش. بعدها قامبا جه سأل ابنه خلص الحاجات اللي وراك، لكن بودي قال له انه عمل كل اللي وراه. وطبعا قامبا وقف الجنود في صف واحد وقال لهم عايزكم تفتحوا عينيكم في كل مكان، وارد ان الذئاب يخرجوا في اي لحظه. شفنا قامبا وهو بياخد بودي وابتدى يدربه وحط تمثال ديب قدامه على اساس انه يشوف رد فعله، بس بودي لما شاف الديب قدامه وقرر انه ينفذ تدريبات ابوه فشل وكشف الخدعة للطلاب. وطبعا ردة فعل بودي رهبت الطلاب جدا وصدقوني في ديب حقيقي وابتدوا يجروا. طبعا قامبا اتضايق جدا من ابنه وحس ان مفيش منه امل وانه مش هيعرف يحقق اللي هو بيعمله. فبودي كان ماشي في الغابة متضايق جدا، بس بص في السماء لقى طيارة ماشية ويعملها حاجات كتير من ضمنها الراديو، ففتح الراديو وفضل يسمع مزيكا وتخيل نفسه انه بيرقص على انغام مزيكا الروك وسرح بخياله لوقت. فسمع بودي سكاتر كود عازف الروك المشهور في الراديو وهو بيحكي عن انه ازاي بدأ وفضل يقدم نصايحه، وسمه وهو بيطلب من العازفين ما يقفوش ويهملوا مستقبلهم حتى لو والدهم منعهم عن المزيكا ما يستسلموش ويكملوا في طريقه. وعمل جيتار وفضل يعزف عليه ويتدرب وكان مجنون بالمزيكا. فراح بودي لقامبا وبيحكي له عن اللي حصل، لكن قامبا هاجمه وقال له انك اتولدت علشان تبقى حارس، وفضل يجري وراه علشان ياخد منه الجيتار، بس بودي نجح في انه قدر يهرب منه. بودي فضل يجري يعزف في شوارع المدينه ويغني، والجيران كانت معجبه بعزفه وبصوته جدا، لكنه شاف باباه واول ما شافه رجع. وقامبا في الوقت ده ابتدى يشتكي لصاحبه من اللي بيعمله بودي، وابتدى صاحبه يشوف له افكار. فقامبا قرر انه يعمل خطه مع ابنه يدخل يجيبه من البيت ويقعده بره البيت ويقال له استنى هنا، واتفق مع صحابه انهم يلبسوا ذئاب واول ما يدي لهم الاشاره يتحركوا. وفعلا اصحابه نفذوا ولبس قامبا ديب وفضل يدور على ابنه لكنه لقاه جوه البيت بيعزف. وطبعا اول ما بودي شاف منظر باباه افتكروا ديب حقيقي وفضل يصرخ ويجري لدرجه انه فضل يحذر اهل المدينه، وطبعا اتسبب في ظهر لاهل المدينه. ومش بس كده، ده اتسبب كمان في حدوث العاب ناريه نتيجه خوفه. وقتها قامبا زعل قوي وحس انه مفيش امل في ابنه وانه مش هيقدر يحقق اللي بيتمناه. وهنا قامبا كان قاعد مع صاحبه في اللويد ومتضايق جدا من ابنه، لكن فلويد قال له انت عايز تحقق حلمك فيه، انت شايفه هل هو مؤهل لحمايه القريه؟ وقال له انه شايفه بيحلم وبيتمنى يحقق حلم. انا من رايي انك تخليه يحقق حلمه هو، واداله تذكره اتوبيس. فبودي قرر انه يقفل على الجيتار بتاعه ويروح يعتذر لوالده ويشرح له وجهه نظره، لكن قامبا وقفه واداله تذكره وقال له انت هتنزل المدينه دي وتحقق حلمك، ولو فشلت يبقى ترجع تاني بلدك وتنسى موضوع المزيكا دي خالص. هنا بودي لم شنطته وكان بيودع صحابه اهل قريه.
قريته واداله فلويجي طار هدية وحضنه وقال له حظ موفق. شفنا بودي هو مستني الاوتوبيس اللي هيوديه على المدينة وكان بيراقبه من بعيد رجالة سكوزا الدين، واتصلوا بزعيمهم سكوزا وبلغوه ان بودي نازل على المدينة وبيركب الاوتوبيس. فطبعا سكوزا فرح جدا وقال لهم اوعوا تسيبوه انا عايزه، وده طبعا علشان الطار القديم اللي كان بينه وبين قامبا، لان قامبا تسبب في طرده من القرية زمان هو والقطيع بتاعه. هناك بودي اول ما نزل على المدينة كان منبهر بيها قوي، وطبعا رجالة سكوزا كانوا بيراقبوه وكانوا وراه خطوة بخطوة، وكل ما يحاولوا يمسكوه ما يعرفوش، لكنهم حاولوا يصطادوه عن طريق سلاح، لكنها كانت محاولة فاشلة لانهم كانوا اشخاص محدودين الذكاء، او نقدر نقول ان في كل مرة الصدفة بتدخل وبتنقذ بودي. فبودي فضل ماشي في المدينة وفجأة عربية خبطته بس ما حصلوش حاجة. فضل ماشي لقى قدامه حديقة كبيرة فيها مجتمع كبير من الموسيقيين، وكل واحد مجمع فرقة وبيعزفوا مع بعض، وفضل بودي ماشي يتفرج عليهم، لكن لقى اتنين بيتكلموا عن العازف المحبب اليه وهو كان اسكات، وبيقولوا انه جه الحديقة دي ودخل بودي معاهم في المناقشة وفهمهم انه بيحبه جدا، لكن قطعوا نمر مغرور جدا في الكلام وطلب منه انه يدخل معاه في منافسة للمزيكا، وفعلا دخل معاه، والحديقة كلها فضلت تتفرج عليهم، لكن النمر فضل يستعرض امكانياته في المزيكا قدامه لحد ما غلبه. فوقتها بودي اتضايق جدا وراح علشان يقعد لوحده، بس اللي كانوا بيعزفوا معاه راحوا اتعرفوا عليه وفهموه انها مش سهلة انه يشتهر بالسهولة دي، وان الموضوع محتاج وقت، وانهم قعدوا سنين في الحديقة على الوضع ده علشان الناس تعرفهم ويبتدوا يسمعوا مزيكتهم. فطبعا النمر كان اناني جدا وحس ان بودي احسن منه وممكن يشاركهم في الفرقة، فتعمل بخبص معاه وقال انك لسه قدامك وقت علشان تتعلم، علشان تعمل كده لازم تروح للعازف سكاتر كود هيعلمك. هو كان واثق جدا انه شخص مشهور صعب مقابلته، لكن بودي كان عنده امل انه يبقى تلميذ من تلامذة اسكات، وراح عند بيته دخل بعد محاولات كتير واتبهدل جدا لحد ما وصل للحديقة بتاعت القصر. ان اسكات كان في القصر وبيكلمه حد من المنتجين وكانوا طالبين منه اغنية يعملها في 3 ايام، وانه لو ما نفذش فيعتبر نفسه انه انتهى فنيا وهيرجع للشارع. قفل اسكات التليفون وكان هيتجنن وفضل يخترع ويحاول يألف اي اغنية، ودخل الاوضة الخاصة بمزيكته وفضل يحاول يبتكر، ودخل بودي الحديقة بس بيت اسكات كان كله روبوتات وفضلوا يجروا وراه لحد ما هرب منهم وقف قدام بوابة اسكات. ان اسكات كان بيحاول يألف اي اغنية لكنه فشل. في اللحظة دي بص في الكاميرا ولقى بودي وقرر انه يمثل ويعمل نفسه الخادم لسكات، ورد عليه بودي في الانتر كام وعمل عليه حيلة لحد ما طرده بره القصر. طبعا بودي ما استسلمش وقال انه هيعمل خطة تانية وهيفضل مستني تحت المطر لحد ما المطر يخلص ويرجع له تاني. بنشوف سكوزا وهو في حلبة المصارعة بيتكلم مع مصارعين، ولكن جاله تليفون من رجالته بيقولوا ليه انهم ما عرفوش يقبضوا على بودي وانه كان قريب منهم لكنهم فشلوا. وطبعا سكوزا اتضايق وفضل يزعق وقال لهم تقلبوا المدينة كلها عليه. شفنا سكات ما كانش عارف ينام لانه عايز يألف اغنية، وفضل يحاول في غرفة الموسيقى بتاعته معرفش، هو شغال سمع صوت بودي بيغني فقرر انه ينزل ويشوفه لانه عامل له ازعاج. فبودي اول ما شافه كان فرحان جدا، بس كان سكات قرفان منه لانه معتبره من الشارع. واثناء وهو بيتكلم معاه قال له بودي ان البوابة قفلت وسكات بقى بره القصر، لكنه حاول يتدخل بس اتكهرب من البوابة. في اللحظة دي كلم سكات اوزي الريبورت بتاعه وطلب منه ينقذه، فسكات هو بره بيتكلم مع بودي. عدى اوتوبيس كله معجبين بسكات على اساس انه شخص مشهور، فضلوا يجروا ورا سكات وبودي لحد ما استخبوا في صندوق زبالة ومحدش عارف يلمحهم. سكات كان عرفان من الوضع وقال انه حس بشعور العطش والجوع، لكنه اتفاجئ بان بودي بياكل من الزبالة عادي، واستغرب جدا وطلب من بودي فلوس توصله لحد بيته بعربية. وطبعا قرف سكات من تصرفات بودي لانه بالنسبة له حد متشرد ومش واخد على الحياة بتاعة المشاهير، ففكر بودي بانه يقف في الشارع يلحن ويلم له فلوس وفضل يعزف. في التوقيت ده كان بيراقب عصابة سكوزا وبيقولوا لسكوزا في التليفون انه خلاص قريب مننا وهنمسكه. فاثناء بودي وهو بيعزف اسكات قال له ايه اللي بتعمله ده، واخد منه الجيتار وقعد يعزف عليه. ففي التوقيت ده سابوا بودي وراح لصحابه يقول لهم ان اسكات واقف بيعزف معاه، لكن محدش صدقه. في نفس اللحظة جت رجالة سكوزا الاغبياء واخدوا اسكات بدل بودي لانهم طبعا اذكياء جدا. فرجع بودي واصحابه ما لقوش سكات، واعتقدوا اصحابه انه متوهم او عنده مرض الوهم لانه كان بيتخيل من وجهة نظرهم حاجة هم شايفينها مستحيلة
مستحيلة. هنا رجالة سكوزا أخذوا إسكات ودوا لسكوزا، لكنه اكتشف إنه إسكات ويقول لهم أغبية. هنا إسكات فضل يزعق ويقول لهم أنا أخرب بيتكم، أنتم مش عارفين أنا مين. وقتها سكوزا اتظلوا وطلب من رجالته إنهم يوصلوا لحد البيت. هنا قام بكان بيدرب جنوده بيحفزهم وبيقول لهم إنه عايز أداء أحسن من ده، لكنه كان متضايق لاختفاء بودي ومفتقده جدا. فبعدها رجالة سكوزا وصلوا إسكات لبيته، وبعدها مشوا وكانوا منزعجين جدا للي بيحصل، وفجأة اتخانقوا مع بعض والعربية اتقلبت بيهم. وهنا كان بودي معدي قدامهم وطبعا ما شافوهوش لأن العربية كانت مقلوبة بيهم. بنشوف سكوت كان متضايق وجاله اتصال تليفون من المنتج وبيسأله عن الأغنية جاهزة ولا لأ، لكنه قال له لسه ما جهزش حاجة. وهنا سمع صوت سكوت وهو بيلحن وبيغني، وقف قدام الشباك وقال إنه شاب كويس وهينفعني. فطبعا قرر سكوت إنه ينزل وياخده ويدخله جوه البيت، بس كان قرفان منه لأنه شايفه متشرد وكان بيقول له امسح رجلك قبل ما تدخل، بس كان محتاجه لمصلحته. فطبعا أخده جوه البيت وفضل يدربه ويعلمه لحد ما عملوا أغنية مع بعض. بنشوف بودي وهو بيجري فرحان جدا إنه عمل أغنية مع سكوت، وطبعا راح يحكي لصحابه، لكن محدش من صحابه صدقوا لأنهم سموا سكوت وهو بيتكلم في الراديو وبيحكي عن نجاح الأغنية الباهر، وذكر إن محدش ساعده في الأغنية غير الخادم الخاص بتاعه أوزي. فوقتها بودي زعل جدا لأن سكوت أنكر فضله ولغاه خالص وما افتكروش حتى بكلمة شكر. فطبعا كان سكوت قاعد في قصره فرحان جدا إن الأغنية كسرت الدنيا، وكان بيكلم في التليفون لأن الناس كانت بتبارك له. وفي اللحظة دي دخل أوزي الريبورت وقال له أنت بتبص لي كده ليه؟ وقتها فهمه سكوت إنه ما كانش ينفع يقول عنه إن هو اللي كتب الأغنية، لأنه كان خايف على منظره، يا ترى الناس كانوا ممكن يقولوا عليه إيه؟ وفضل يكابر إنه مش غلطان. وهنا بودي كان حزين وبيلحن في الغابة، لكنه اتفاجئ بالعربيات فيها الذئاب بتطرده في كل مكان لحد ما حوطته بالعربيات وأخدوه. وطبعا بنشوف سكوزا وهو بيكتفه بيقعد يستجوبه عن قنبة وبيقول له جيشه قد ايه وقوتهم عاملة ازاي، ولسه في اغنام هناك. وطبعا بودي بذكائه الخارق قال له ان الجيش كله اغنام. وقتها قرر سكوزا انه يروح جبل التلج، فرجالته قالوا له ليه هنروح؟ اتنرفز عليهم وقال لهم انا قررت. وان اصحابه كانوا ماشيين في الغابة ولو اثار على الارض وبيسالوا نفسهم يا ترى هيكون اختفى فين، وعرفوا ان بودي مطارد من اشخاص. بس هنا جه سكوت وبيسالهم عنه، حكوله فعلا اتأكد منهم لأنه لقى جيتار بودي واقع على الأرض، فأخدهم بالباص وقرروا إنهم ينقذوا بودي من الأشرار. وطبعا سكوزا قرر إنه ياخد بودي ويوديه حلبة مصارعة علشان يخلص منه، لكن بودي قال لهم إنه عايز يروح ينقذ عيلته وأهل قريته في أسرع وقت، وعرف يهرب من حلبة المصارعة بحيلة ذكية إنه خلى قريز يفضل يضرب ويوجه ضرباته للسلك لحد ما وقع سلك الحلبة. فطبعا كانت فرصة لبودي إنه يهرب. وقتها بودي هرب وهو خارج لقى صحابه معاه وسكوت جريوا عليه، لكنه حكى لهم ان الذئاب هجموا على القريه واني محتاجكم علشان تساعدوني انقذ اهل قريتي. واتى سكوت قال له انه ما بيحبهمش بس غير رايه، فقرر سكوت انه يرد له الخدمه. شفنا قنبة وهو بيدرب الأغنام وبيقولهم إنكم عاملين زي الأطفال اللي في الحضانة، بودي إزاي يستحملكم الفترة دي كلها، التزموا مواقعكم. وقتها شفنا قنبة وهو بيشجع جيشه وبيقولهم مين عايز يحارب معايا، لكن طبعا الجيش كان الله يرحمه وقع أول ما شاف منظر الذئاب. وبنشوف سكوزا وإصابته هما بيحاولوا يهددوا قنبة وبيهجموا على القرية، لكن قنبة فشل إنه يساعد نفسه وكتفوه للأسف هو وكذا حد، وقال له أخيرا وصلت لك. وطبعا لأننا عارفين إن في طرادين بينهم من زمان، بنشوف الذئاب وهم بيحضروا الشوايات وبينزلوها من العربيات. في اللحظة دي شاف قنبة واحد من الغنم هو الوحيد اللي نجي، وقال له أنت الوحيد اللي تقدر تروح تحذر بودي، أنت أمل القرية. ونفلويد قرر إنه يخبي أهل القرية كلهم في بيت كبير، وفضلت إصابة سكوزا تقول له افتح الباب، احنا بنمرك تفتح الباب، لكن إصابة سكوزا هجمتهم وفتحت عليهم الباب. واول ما شافوا منظرهم قائدهم قال لهم ما تنسوش الصلصة، وقرروا انهم يكتفوهم كلهم ويعملوا حفلة شواء لانهم كانوا عايزين ياكلوهم ويمثلوا بجثثهم في القرية كلها. وفعلا جهزوا الشوايات وخلوا الذئاب تجهز الاطباق على الترابيزات. بالتوقيت ده جه صحاب بودي وبودي معاهم وقال لهم وقفوا اللي بتعملوه
ملودة، وقرر انه ينقذ عيلته واهل قريته، وفضل يجري وراهم وحصلت مطاردة من عصابة اسكوزا لبودي. طبعا اصحاب بودي شافوا المنظر من بعيد وابتدوا انهم ينفذوا الخطة، وقتها كان بيصرخ قامبا وبيقول لهم ابعدوا عن ابني. فضلت الذئاب تطارد بودي وتجري وراه من بيت لبيت ومن مكان لمكان، وما كانوش عارفين يمسكوا، لكن انتهى المطاف ببودي انه يطلع على جدار وكان هيقع بيه، بس قرر انه يقف عليه. في اللحظة دي قرر قامبا انه يفك نفسه ويلحق ابنه، وفضلوا في مطاردة مع سكوزا، وقال له سكوزا ان نسيت السكينة في العربية، بس قامبا قال لابنه ان جه الوقت انك تنطلق وتوري للناس فنك، اعتقد ان ده الوقت المناسب. وفعلا ابتدى بودي يازف على الجيتار وقعد يغني، والكل اتأثر بيه جدا، حتى العصابة فضلوا يطيروا في الجو من قوة الموسيقى، والمدينة كلها ابتدت تتفرج عليه ويطير في الجو. بعدها قامبا حضنه وقالوا انه فخور بيه جدا، وان قرر سكات انه ياخده ويعملوا موسيقى مع بعض، وشفناهم في حفلة مع بعض، واصبح بودي مشهور وبقى من فنانين الروك. وشفنا قامبا وهو بيسلم على سكوزا وحصلت مصالحة بين الذئاب والكلاب، وشفنا سكات وهو بيغني مع بودي وبيقولوا ان مش مشكلة احنا ساكنين فين، المهم اننا متشابهين في الروح. وفي اللحظة نفسها طلع فلويد واهل قريته بيعزفوا ويغنوا مع بودي وسكات، والعبرة هنا انك مش مهم تبقى منين ولا فين، لكن ممكن تحقق احلامك في اي مكان. وهنا بتنتهي احداث فيلمنا، ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، والى اللقاء يا اصحابي في احداث فيلم اخر، واشوفكم على خير.